بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي اف تي اللكر 2024 الاصدار 4.6.3.3، هذا احدث اصدار للاداة. قوموا بتحميله، هذا فول سيت اب. اذا كنتم تحتاجون الاداة قوموا بتحديث الاداة او مسح الاصدار القديم وتثبيت الاصدار الجديد بالطريقة التالية. الان بعد تحميل الملف نقوم بفك الضغط بهذا الشكل، استخراج هنا حتى نحصل على يعني ملف الاي اكس اي لعملية السيت اب، ثم سنقوم بفتح الملف ومن ثم سنعطي اوبن او رن او الى اخره. الان تابع باقي الخطوات بشكل سريع ان شاء الله تعالى. الان نعلم على اي اكسبت اجريمنت ومن ثم نكست، ثم نضع الباسورد التي اف تي كابيتال، تي اف تي كابيتال دائما، تي اف تي كابيتال كما هو في بداية الاداة، ومن ثم الضغط على نكست بشكل سريع ومن ثم نكست. طبعا هذه التحديثات في الاداة. وهنا ابقي كرييت ديسكتوب شورت كت ومن ثم انستيل. بهذا الشكل ننتظر فقط انتهاء يعني تثبيت الاداة ونقوم بفتحها حتى نرى حدوث مشاكل ام لا. ثم هنا نضغط على نكست بعد ان ينتهي عملية التثبيت للاداة، ومن ثم فينش، ونذهب الى سطح المكتب لتشغيل الاداة ولنرى هل يحدث مشاكل ام لا. الان run as administrator او open عادي لنرى، وننتظر فقط فتح الاداة. هنا تقوم بقراءة يعني الديسكتوب او الكمبيوتر الذي تعمل عليه حتى تأخذه في السيرفر. الان بعد هذه العملية نقوم بعمل لوج ان، ننتظر قليلا فقط حتى تفتح الاداة ولنرى معا التحديثات التي طرأت في الاداة. الان هذه الاداة قد فتحت باحدث اصدار 6.4.3.3. هذه الاضافات التي تمت في الاداة. وهنا سامسونج فانكشن ريموف اف ار بي 2024 يو اس اي موديلز. اذا توجهنا الى سامسونج هنا في خيار الفانكشن ومن ثم ريموف اف ار بي 2024 يو اس اي موديلز، اللي هو يعني الهواتف التي تنتهي بعد الاسم بحرف اليو تكون هي يو اس اي، وهي مدعومة في الاداء الان بشكل مباشر. ان ديسيبل نوكس وايضا ديسيبل اوتو ابديت لهذه الهواتف. اكسترا ايد ارابيك لانجوج اندرويد 9 لغاية 13 هنا، واضافة الكيبورد للغة العربية من خلال الاكسترا، وهذا هو الاكسترا. هنا ادد ارابيك لانجوج لجميع اصدارات الاندرويد، وهنا اضافة الكيبورد. اودن مود فاكتور ريست زاد اريز اف ار بي للتاب تي 505 ان، وهذا هو الخيار من خلال الاودن مود بهذا الشكل، فاكتور ريست اند اريز اف ار بي تي 505 ان. هذه هي الاضافات التي طرأت في الاداة بشكل عام. اذا كنتم تحتاجونها فقوم بتثبيتها. طبعا هي فول سيت اب، يعني افضل من ان تحمل الاوتو ابديت. اذا يعني نعمل لديك الاوتو ابديت قم باختيار الاوتو ابديت، او يعني تحميل الملف كامل انت لك الخيار بارك الله بك. هنا دونيت تو اس التبرع للفريق اذا احببت التبرع للفريق من خلال هنا او من خلال هذا الخيار. بارك الله بكم، شكرا للفريق على تطوير الاداة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.